مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة بأن نستضيف رجلا مميزا ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا، نرحب معاي بمستر سام، صاحب ومؤسس بونابتيت. بداية أسعد الله أوقاتك. يسعد مساك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك مستر سام. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع. أنا صار لي هون تقريباً شي 25 سنة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أنا انتقلت من الولايات المتحدة على الخليج. أنا ديفيجن سوبرفايزر للشركة أمريكية كبيرة. شغلتي اشتغل في الشرق الأوسط بكل الدول العربية. فلما صار الكوفيد، كان قبل الكوفيد كان عندنا تقريباً 7 فروع في الدولة هنا. نحن بنشتغل بديركت سيلز. أنا وكيل لشركة كيربي، عندنا أجهزة طبية وأجهزة صحية وأجهزة تنظيف. جهازنا له 26 جهاز بجهاز واحد، من أهمه أنه أمراض الحساسية والربيع يقضوا عليها خلال 4 لـ6 أسابيع. وعندنا جهاز له 26 جهاز بجهاز واحد بيعمل عملية تنقل الجو، بلما الرخام البورسلان السيراميك، وبنفس الوقت بيعمل شامبو للكنب وللسجاد. ففروعنا كان 7 فروع في الدولة هنا، وفي عندنا زباين تقريبا اكثر من 120 الف زبون في الدوله هنا مستفيدين من جهازنا. جهازنا من صناعه امريكيه، وشركتنا الكبيره اسمها سكوت فيتسر، وشركتنا المحليه سترونج موتور كيربي. قبل الكوفيد كان نعمل بزنس بجنن، بس مع الاسف الشديد الكوفيد اجا ووقفنا تقريبا شي سنه ونص عن العمل. وهلا عم بشتغل بمصلحه جديده هي شغلة المطاعم. لاحظنا انه بالكوفيد الوقت هذا الاكل والشرب ما توقف ابدا، فكانت الفكره من جماعه اصحابي انه نعمل بزنس جديد للاكل والشرب. جميل جدا. شيف، حابين نعرف اكثر عن الاصناف والاطباق اللي بتوفرها مقهى ومخبز بونابتيت. اولا اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. الله يخليك. بنوبوتيت، نحن بنوبوتيت كانت الفكره هو كمخبز وكافيه وعند روسترين، كاكل ايطالي فرنسي. نحن بهاي نحن قدمنا هون، وكمان شاركنا فيه كانتون شلون عالمي، لنقدر نستقطب كثير عالم نحن الموجوده عندنا بكل الاصناف الموجوده عندنا. فكانت الفكره انه نحن قدمنا كبريك فاست تركي، بريكفاست فرنسي، وبالآدي للباستا والبيتزا الإيطالية كمان المشهورة كمان نحن. وكان في عنا أطباق مختلفة كمان آسيوية، وعنا كمان أطباق فرنسية إيطالية غربية بشكل عام، وكمخبوزات كمان عنا مخبوزات الفرنسية بشكل عام والعربي، وعنا السويتات كمان العربية والسويت الفرنسي والإيطالي. وبالإضافة لعنا كمان المشروبات الدرينك، عنا مقدم جميع الدرينكات الغربية والعربية، فرنسية كمان كإيطالية، وكل شيء سلاشات، كل شيء كوكتيلات، كل شيء كريبات، كل شيء بالسويت اللي بيخص البار واللي بيخص عنا الحلويات على العرض. جميل جدا، يعطيك العافية شيف. الله يعافيك. شيف، حابين نعرف أكثر في بونابتيت شو المخبوزات اللي أنتوا عم توفروها للزبائن؟ مرحبا فيكم اول شيء في بونابتيت. نحن ببونابتيت موجود عندنا جميع انواع الخبز الغربي اللي هي الخبز الفرنسي، بالاضافه لجميع انواع التوست، لجميع انواع المعجنات بشكل عام. يعني نحن عم نحكي مثل الكروسون، مثل المناقيش، مثل هالامور هي كلها نحن متوفره عندنا بشكل يومي ممتاز. وبالاضافه لهيك انه نحن بكون في عندنا تو تايم يعني للكوكينج بموضوع الخبز، دائما الايتمات عندنا فريش، يعني بتخبز عندنا يوميا. عندنا بارت الصبح في عندنا خبيز، وكمان العصر بيكون في عندنا البارت الثاني. هاي بالنسبه للمخبوزات. اما بالنسبه للحلويات كمان موجود عندنا جميع انواع الحلويات العربيه بامتياز حلويات عربيه. نحن والحلو العربي غني عن التعريف، يعني بنعمل من اجود انواع المكسرات الموجوده هون في البلد، بالاضافه لانجود انواع السمنه الموجوده. جميل جدا، يعطيك العافيه. جميل، مرحبا فيكم. Mr. William, nice to meet you first of all in our show. Thank you so much, nice to meet you. I just want to ask, when your father came to you and asked for that or give idea about that business, what was your opinion? First of all, welcome to the viewers that are at home watching.
So it was actually a funny story. So I was always interested in the hospitality management. So whenever my dad proposed the idea of opening a bakery and a restaurant, it was a very crazy idea since it was from two different aspects combined into one, which is a bakery and a cafe. So I was really interested. And since I'm a student, I'm able currently to work and study, which is something that is teaching me every day. And hopefully our business is about to be one of the most successful businesses in Dubai because it has this idea that no one has. So, and that's all. Inshallah, all the best for you, inshallah. Thank you so much. Thank you. مستر سام كرجل أعمال ناجح، حابين نعرف النظرة المستقبلية لك بعد 3 سنوات من الآن. شوف، أنا عشت 16 سنة في الولايات المتحدة. الأوبورتونيتي الموجود هنا في الدولة مش موجود بأي مكان تاني. اشتغلت بالعقارات كتير، لإلي أنا بشتري عقارات وبأجرها. ودبي مثل ما بقول إخوانا المصرية، دبي أم الدنيا. بصدق وبأمانة الفريدم تشتغل بالبزنس هون، والأمن والأمان أهم شيء بهذه البلد. الله يديم النعمة على البلد وتضل واقفة ونمبر 1 بالعالم. مستر سام، أنت بدولة الإمارات العربية المتحدة تقريبا أكثر من 25 سنة، شفت مراحل تطور البلد هي، وشفت كيف شيوخ الدولة كانت لهم نظرة وهم حققوا هاي النظرة، وفروا ايضا البيئه الخصبه والامن والامان في دوله الامارات. حابين نسمع منك رساله شكر شيوخ الدوله. الله يطول في عمرك. اكيد. ولي اصحاب كثير، انا ناس محترمين ومهمين هنا في البلد، والاقل في امن وامان، وما حدا بيتعدى عليك لانه عندك بزنس كويس او عم تساوي فلوس. بدي وجه رساله شكر لمحمد بن راشد صراحه، يعني هو رائد في اعمال البزنس، الرجل الذي لا ينام. الله يطول في عمره ويطول بعمر الشيوخ كلهم، وتحياتي لكم وللشعب الإمارات. شكرا كثير لرسالتك الجميلة، وأكيد الله يطول في عمر شيوخ الدولة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. قبل ما أختم البرنامج، حابب أعرف الموقع الجغرافي لبونا باتيت في دبي. نحن مطعمنا البوني بوتيت في الجميرة، قرية جميرة الدائرية. الاسم المطعم تبعنا اسمه بونو بوتيت بالفرنسية. عندنا أكل فرنسي وعندنا أكل إيطالي. نحن مختصين بالأكل الفرنسي والإيطالي. بونو بوتيت تعني صحة وعافية. جميل جدا. مشاهدين الكرام، الموقع الجغرافي وأرقام التواصل أسفل الشاشة. مستر سام، شكرا كثير لاستضافتك لنا، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح بإذن الله. نورتونا وأهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. مشاهدي الكرام، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.